ويا مساء الخير ويا مساء السعادة ومساء يوم جميل بكل تفاصيله. اليوم راح تكون معنا استضافات جميلة ومواهب تحديدا راح نتعرف عليها اليوم ونكتشف أسباب نجاح هذه المواهب. معنا في ساعة شباب بس حنطلع تقرير العناوين وارجع لكم على السريع. اليوم في ساعة شباب تجربة سهلة عشان تقدر تطبع اللي تبيه من الجوال. تقرير يلا سلام ياخذنا لأشهر القطارات في العالم. ومع ضيوفنا اليوم كابتن عبد الله عون في حديث عن الرياضة والتغذية والهرمونات. محاولات شبابية لإثبات المواهب المسرحية. وفي الأخبار القبة على مشاهير سناب في الرياض يدعون فك السحر. وابتكار ملابس تستطيع قراءة درجة الحرارة. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. ومن تقرير عناوين روح السريع لعالم السوشيال ميديا. اليوم اخترنا لكم تغريدة جدا جميلة للمغرد نزيه مكوار عن لتجربة الطباعة عبر الجوال. الطابعة اللي نشرها نزيه مكوار جدا سهلة الحمل وأيضا تقدروا تاخذوها معاكم أي مكان. والجميل والأجمل أنكم تقدروا تطبعوا أي صورة موجودة بالجوال. خلونا نروح نشوف الفيديو الخاص بهذا التغريدة ونرجع لكم على السريع. طابعة الورقة الحرارية صغيرة، كل اللي عليك بعد ما تشغلها انك تنزل التطبيق الخاص بها سواء كنت من ملاك الايفون او الاندرويد، وبعد كده راح تجيك خيارات الطباعة اللي تتجاوز اكثر من 100 خيار ونمط مختلفين اكيد. تقدر تطبع بانر، تقدر تطبع مهامك اليومية او مقاضي السوبر ماركت مثلا. من هنا تقدر تتحكم في درجة حدة لون الطباعة، تبغاها خفيفة او وسط او ثقيلة عشان تكون واضحة جدا. هنا تجربة قدامنا، طبعنا بانر صغير وزي ما هو واضح الموضوع سريع جدا وبسيط. ونقدر كمان نطبع صور متعددة أو أكيد أنكم تتصوروا مثلا بالجوال وتطبعوها بشكل فوري. قائمة المهام اليومية فيها خيارات وأشكال مرة كثير، هنا جربنا واحد من هذه الأشكال وبعدها نضغط على طباعة وفي لحظتها رح يتم وفي خطوة واحدة بس. أحلى ما فيها أنك ما رح تشيل هم الحبر أبدا، وأنها صغيرة وبتشتغل كمان بالبطارية وتقدر تشحنها وتقدر تأخذها معك في أي مكان. فكرة جدا جميلة. طبعا تفاصيل أكثر حول هذه التغريدة معنا عبر الهاتف خبير ومهتم بالتقنية نزيه مكوار. يا هلا فيك نزيه. ألو. أيوة أهلين. بداية يعني شكرا على الفيديو. خلاص قررت أخيرا أنك تهتم أكثر وتستثمر خبراتك في مجال التقنية؟ والله قلت أنه الفيديو بيكون فيه كل شيء، صورة صوت مرجع نص، فهو اللي بيفضل انت ناو في العصر اللي احنا موجودين فيه، هو الماده اللي بتفضل لوقت مره طويل، فقلنا انه هذه هي الطريقه المضبوطه ان شاء الله. صحيح. طب يا ريت تتكلمنا شوي حول هذه التغريده وتحديدا خيارات الطباعه عبر الجوال. ممتاز. هي الطابعة أصلا في الأساس كل مهامها بتتم عن طريق الجوال. نقدر نطبع مثلا بانر أو نقدر نطبع المهام اليومية أو نوت أو فواتير أو مثلا المقاضي اللي بيطلبوها مننا لما نيجي نروح سوبر ماركت أو غيره، أو ممكن نطبع مثلا نص موضوع بالكامل نقدر نطبعه، ممكن صور كمان أكيد بس بالأبيض والأسود حتكون، لأنه زي ما قلنا هو الورق ورق حراري فحتكون الطباعة بالأبيض والأسود. ممكن نطبع حتى صفحة من النت، whatever إيش كانت هذه الصفحة أو من الإيميل. في كمان ملفات PDF ممكن نطبعها برضو عن طريق هذه الطابعة. جميل. وطبعا هي لها كمان فوق هذا كله هي لها شبكة خاصة بها زي الانستغرام زي الفيسبوك، لها شبكة خاصة بهذه الطابعة وبالأشياء اللي بتصير عن طريق هذه الطابعة. حلو. طب هل في مقاسات محددة لهذا النوع من الطابعات ولا لا مقاس واحد؟ في شركات بتقدم كثير أنواع طبعا وكثير على حسب الرول او الورق اللي موجود. هذا الرول يكون حجمه عاده 57 في 30 ملي. صحيح. لكن في مقاسات اكبر، بس حاليا هذا اللي هو المتعارف عليه حق الفواتير على الاغلب. وطبعا في منه الوان، يعني ممكن ما بس نعتمد على اللون الابيض، ممكن اللون الزهري، ممكن اللون البينك، الاصفر عفوا او غيره. حلو. ذكرت في الفيديو اللي عرضناه معانا على الشاشه انه ما يحتاج تشيله هم الحبر. ايش الموضوع؟ يعني اكثر شيء يخوفنا في الطابعات هو الحبر، كل ما يخلص نروح نعبي. فهذه كيف آلية هذه الطابعة بالضبط؟
ممتاز. الجميل في الطابعة ان احنا ما هنحتاج ان احنا نعبيها حبر او نعبي حبر والامور هذه كلها، خلاص هي ورق حراري، نفس الحبر موجود في نفس الطابعة بالحرارة بتشتغل وبتعطينا الورقة وبتعطينا النصوص او بتعطينا الصورة اللي احنا نبغاها، يعني ما حنشيل هم الحبر ده ابدا، هو يعتبر شيء مزعج الحبر انه نقعد نعبي جدا جدا الوقت. صحيح، فما حنشيل هم الحبر، دائما موجودة في الوان معينة، الاسود والبينك وزي ما ذكرت باقي والاصفر موجود ايضا، صحيح نزيه؟ مضبوط، هذه على الورق نفسه، بس الطابعة نفسها تعطينا فقط اللون الأبيض والأسود، لكن الورق اللي نقدر نغيره، الورق نقدر نشكل بالألوان. حلو، طب برأيك يعني بما أنك نزيه جربتها شخصيا، مين أكثر الأشخاص اللي يحتاجوا مثل هذه الطابعات تكون معاهم طول الوقت؟ طيب هي في البداية خلينا نقول إن هي عملية، وصراحة أكثر شيء مغري فيها حجمها جداً. مناسب لكل مكان، يعني ينحط عجبتني صح؟ أصغر من الجوال ممكن نقول. ليش تنفع؟ طيب تنفع طبعا مثلا لورش العمل الصغيرة اللي يحتاج فيها مثلا كل واحد ياخذ معلومة ويبدأ يتكلم عليها أو يبدأ يتناقش فيها، ممكن كمان في نطاق التعليم للأطفال نطبع عليها الحروف أو نطبع عليها أشكال حتى يلونها، بحيث أنه يعني لو عمل حاجة نعطي له مكافأة مثلا، يلا لون هذه صورتك لليوم كمثال. تنفع للمكاتب والشركات الصغيرة، يعني الشركات الشخصية اللي يكون فيها مثلا 3 إلى 4 5 أشخاص، جميلة جدا في الصباح أنه مثلا واحد يلاقي المهام حقته حقت اليوم يأخذها ويكمل على مكتبه. بالإضافة كمان أنه هي مثلا ممكن نستخدمها في ملخص الاجتماعات، يعني لو في اجتماع مثلا دار لمدة ساعة كاملة، فمثلا فيه له أهم 10 نقاط، تنطبع ال10 نقاط هذه على الطابعة وبرنت وعلى طول في خطوة واحدة، وبتتشبك بالبلوتوث، أي أحد موجود في هذا الاجتماع يقدر يشبك عليها ويطبع مباشرة. جميل جدا. طب خلينا نتكلم عن الأسعار، هل تحس سعرها مبالغ فيها؟ لأنه دائما لما بينزل إصدار مثل هذه الطابعة في مختلف الشركات دائما في تفاوت بيكون في الأسعار، فإيش أفضل سعر ممكن ناخذه، وهل السعر يستاهل الكاميرا أو هذه الطابعة ولا لا؟ طيب الأسعار خلينا نقول مثلا تبدأ خلينا نقول من 180 إلى 300، وطبعا في كمان أعلى ب 350 أو 400 لو كان نوع الطباعة أقوى ودقته عالية أكثر، طبعا لناس يحتاجوا مثلا في دخول إيفنتات كمثال، أو في طباعة فواتير مستمرة ما نبغى الحبر يروح منها وأمور هذه. يعني سعرها خلينا نقول يتراوح من 180 ل 350، وسعرها أشوفه مناسب جدا، يعني جداً. ما هو رخيص ولا انه هو مبالغ فيه. صحيح، اتفق معك بهذا الشيء. اتوقع مثل هذه الطابعات يعني ممكن تسهل علينا كثير من الامور اللي بنستخدمها، ولا برضو ممكن يكون اختراع او فكره جديده تمر مرور الكرام من بيننا؟ هي اكيد حاليا في الفتره اللي احنا فيها يعني حياه المنتج ما صارت طويله زي زمان، يعني ممكن واحنا بنتكلم يكون اوريدي خلاص قاعدين يدوروا في حاجه ثانيه ويسووا شيء ثاني بالالوان وامور زي كذا، بس خلينا نقول مثلا الى هذه ال3 سنين الجايه الطابع فكرتها مره حلوه، وحتى لو كان في اشياء جديده ممكن في ناس حتكون ما تبغى الملون، ما تبغى اللي مثلا في له مميزات اكثر، هذه حتكون مناسبه جدا لاحتياجاتهم. فاغلب الاشياء حقت التقنيه اصلا كل شيء لي احتياجه أو كل شخص لي احتياجه، أنا أستخدم أندرويد إنه هو اللي مناسبني، الشخص الثاني بيستخدم آيفون، الشخص فتفرق على حسب الاحتياج. صحيح، صادق نزيه مكوار، شكرا لك على هذه المعلومات وعلى هذه التغريدة المفيدة جدا، ومترقبين جديدك في عالم التقنية. شكرا لك. ومشاهدينا أيضا من عالم السوشيال ميديا إلى تقرير جدا جميل ولطيف بنفس الوقت عن التجار الصغار، وهي المبادرة اللي بتحاول زرع القيم والعمل والتجارة أيضا في الأطفال في من وقت مبكر من خلال محاكاة لطبيعة العمل التجاري، وأيضا دخولهم من صغرهم إلى سوق العمل. كاميرا ساعة شباب كانت موجودة وجهزت لنا هذا التقرير الجميل، خلونا نروح نشوفه. شهدت فعالية سوق التجار الصغار التي نظمتها مؤسسة النخبة الفكرية بالشراكة مع سيدكو القابضة وغرفة جدة ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية يوم الخميس في ريد سي مول حضور ومشاركة أكثر من 2000 زائر،
وعرض التجار الصغار منتجاتهم أمام الجمهور ومارسوا مهنة التجارة على أرض الواقع. الفكرة باختصار هي بناء الأساسيات التجارة الحرة وريادة الأعمال، طبعا مبنية على مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن تدريب ورش عمل تكثيفية نزع فيها قيم التعاون والإنجاز والالتزام وما حول ذلك. المرحلة الثانية واللي هي الآن في سوق العمل كما نرى الآن، كل واحد بيطبق أو بيعمل اللي أتعلمه من الأساس، فهذه فكرة موجزة. وكمان ما أنسى بأنهم على فكرة الفئة المختارة من سن 10 إلى سن 15 يعني. كما كان هناك عددا من العروض والمسابقات، وتضمن ذلك مبادرة غرفة جدة لتكريم أفضل التجار بهذا المشروع وعرض مشاريعهم على سمو أمير المنطقة ودعمهم لاستمرارية مشاريعهم مستقبلا. احنا نبيع العاب خفة ومقالب والعاب للصغار يعني. كمان ليش اخترتوا العاب الخفة؟ لانه يعني حسينا الناس يحبونها، وذكرى يعني لما رحنا المكان شفنا ما شاء الله يعني ناس كتير ويحبونها زي كده، فقررنا نشتريها. اطبع على كاسات، كسرات، دفاتر، المهم اني اطبع على شيء جديد ما هو منتشر في السوق زي التيشيرتات مثلا، اطبع على شيء نادر، والحمد لله يعني قاعده امارس فعلا. اول شيء اللي هو عندي فواز الكتب، عندي حقه اللي هي كتب المدرسه، دفاتر، يعني الكتب القصص الطويله، عشان مثلا لما الواحد لما نحن ندرس لما نوصل للكتب يصير نقدر نحط الفاصل، ولما نرجع نلاقي الفاصل ونقدر نعرف فين بدل ما نقعد ندور عشان كتبنا طويله. ابيع اكسسوارات للاجهزه الالكترونيه، طبعا يعني باور بانك اللي هو شاحن متنقل، طب شويه العاب يعني سبينر وهذه الاشياء، سماعات ابيع، وابيع ميكروفونات. عشان هذا الأشياء يعني الناس كثيرة عندهم أجهزة إلكترونية يحتاجوا يجيبوا إكسسوارات أشياء كده تنفع لها أو تفيد الأشياء. العنود الطايمي لبرنامج ساعة شباب. الله، صراحة حبيت جدا فكرة هذه المبادرة، وبيزرعوا هذه القيم في الأطفال من سن صغيرة. ليش نعلمهم كيف يتحملوا المسؤولية، نعلمهم أيضا كيف ممكن يعتمدوا على نفسهم من خلال أنهم يبيعوا ويشتروا في نفس الوقت، ويبدأوا يتحملوا المسؤولية من سن صغيرة. فكرة جدا جميلة، وياريتني كنت موجودة كنت اشتريت منهم حقيقي. اليوم للأسف عرفت عن هذا الايفنت، فاللي موجود يروح الريتسي، اتوقع اليوم اخر يوم او بكره، ونحن اكيد مكملين معاكم بفقراتنا وعن الرياضه والتغذيه والهرمونات وايش ممكن نعرف عنها بعد الفاصل. لكل مرحلة من مراحل التمرين احتياج غذائي. ايش يعني؟ الناس اللي بتزيد جرعتها الرياضية لازم تزيد من كميات الأكل اللي بتاكلها في اليوم، وأيضا حنحكي شوي عن هذا الموضوع بالإضافة إلى الهرمونات. وما أدراك ما الهرمونات اللي في الفترة الأخيرة الشباب وأيضا البنات طاحوا فيها بشكل لا يوصف. معنا كابتن عبد الله عون المدرب الرياضي عشان نتكلم في هذه التفاصيل. بداية منور كابتن. الله يسعدك، تسلمي، بارك. كيف ممكن نربط بين الرياضة والتغذية؟ كل الناس بتقول، والمعروف أيضا عن هذا الموضوع، أنه التغذية هي 70% والرياضة 30%، بس كيف ممكن نربط بينهم عشان نحصل على نتيجة سليمة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فعلا كلامك صح، زي ما بتقولي 70% تغذية و 30% رياضة. أي تطور من ناحية الرياضة ضروري يكون الهدف الأول التغذية. التغذية عشان أوصل للهدف اللي أنا أبغاه من التغذية. الرياضة ممكن تكون 30%، فمعناته كل المحور الأساسي هو التغذية، سواء في زيادة الوزن أو نقصان الوزن أو أي تطور في الجسم، هي تغذية في الأساس. والباقي بعدين تجي الباقي يعني أنا حتى ممكن لو كانت ممارسة الرياضة شيء بسيط والتغذية سليمة، أنا أحصل للهدف اللي أنا أبغاه، والعكس أمارس رياضة بشكل
مستمر بدون تغذية سليمة أنا ما حوصل لهدف اللي أبغاه، فمعناته التغذية ضرورية جدا. طيب الناس اللي تبي تتخلص من الفات اللي في جسمها وأيضا الناس اللي تبي تبني عضلة في نفس الوقت، هنا إيش بيكون الفرق الغذائي؟ الفرق كبير جدا طبعا. لما أبغى أبني يعني عضل في الجسم عبارة عن ألياف وأنسجة عضلية هي محتاجة إلى نسبة بروتين عالية في الجسم. التغذية يكون فيها نسبة بروتين عالية في الجسم، والعكس لما أبغى أنزل فات معناته لازم الكربوهيدرات تكون والسعرات الحرارية ناقصة في الجسم. فمعناته البروتين مشترك في الاثنين، كل ما زادت نسبة البروتين في الجسم كل ما اداني حجم عضلي وحرق لي دهون في الجسم. هذا بالنسبة للي يبغى عضل، لكن اللي يبغى يخسر وزن المفروض يوقف نهائيا الكربوهيدرات ويخفف من السعرات الحرارية، ففي فرق بين الاثنين. يعني إذا الموضوع سهل لهذه الدرجة ليش نشوف نسبة السمنة عندنا عالية؟ يعني هو تزيد بروتين وتقلل الكربوهيدرات وانتهت انتهى الموضوع. ايوه كيف احسب البروتين؟ المفروض البروتين في الجسم البروتين؟ انا لو خلينا اقول وزني 60 انا عشان اطور جسمي عضليا لازم كل جرام كل كيلو واحد يكون فيه 2 جرام بروتين، اللي خلينا 120 ممكن جرام بروتين في اليوم ادخله في جسمي. هذا بالنسبة اللي بطور العضل. لكن لما أنا أبغى نقص الفات معناته أوقف النشويات كلها اللي هي الكربوهيدرات، الخبز الرز المكرونة كل النشويات بأنواعها، وأقلل في السعرات الحرارية. بس البروتينات مشتركة في سواء في نقصان الوزن أو في زيادة العضل. لازم يعني كل كالوري لازم يكون أو كل كيلو ولا إيش بالضبط لازم يكون فيه 2 حسب كيلو؟ لا بالنسبة للسعرات الحرارية. لا قصدك البروتينات. البروتينات البروتينات لكل كيلو 2 كيلو في التطور العضلي. لكل كيلو 2 كيلو بروتين. لكل كيلو في الوزن 2 جرام بروتين. 2 جرام بروتين. حجيب العيد 2 كيلو 2 جرام بروتين. حلو. طب لو تكلمنا على النوع أيضا الكميات، الناس اللي بتتمرن ايش ممكن نعرف؟ يعني مثلا في ناس تاكل 5 وجبات في اليوم، في ناس تاكل 7 وجبات في اليوم، يعني كميات مهوله نسمع عنها بس ما بنعرف ليش، يعني هم يوصلوا لايش بهذه الكميات؟ اللي تكلمنا عليه قبل شويه اللي انا محتاج تقريبا 100 وزن 60 محتاج على سبيل المثال محتاج 120 جرام بروتين، معناته انا لازم ادخل في جسمي 120 جرام بروتين. انا حاكل وصله صدر الدجاج فيها 20 جرام بروتين، حاكل 5 حبات بيض فيها 25 جرام بروتين، فمعناته أنا لسه وراي مشوار كثير اليوم كله عشان أكل. يا الله. فأنا طبعا أزود نسبة الوجبات في الجسم في اليوم تقريبا 5 وجبات عشان أوصل في الأخير لنسبة البروتين اللي أنا محتاجها في جسمي. فبالتالي حاكل 5 وجبات ممكن أكل 6 وجبات. واو. بس بتفرق متى أكل البروتين ومتى أكل الكربوهيدرات أو النشويات. اللي بيأكلوا هذه الكميات إيش ممكن يعني يوصلوا لإيش؟ بيبنوا عضل؟ ايش الشيء اللي بيوصلوا له من هذه الكميات؟ انا نفسي اعرف. الكميات العاليه في البروتينات ما هي مضره، بالعكس كل ما زادت نسبه البروتينات في الجسم كل ما زاد التطور العضلي في الجسم وزادت عمليه الحرق في الجسم. بس بالنسبه للكربوهيدرات والسعرات الحراريه كل ما زادت في الجسم حتكون سلبيه على الجسم، حتكون تجمع دهون وفات في الجسم واشياء كثيره. يعني انا مثلا ابغى انحف اكل كميات قد ما اقدر من البروتين. من البروتينات. ما اتخن ابدا. ما على مسؤوليه الكابتن. كل ما زادت كل ما زادت نسبه البروتين في الجسم كل ما زادت عمليه الحرق في الجسم. اوكي. طيب خلينا نروح لموضوع الهرمونات والمكملات الغذائيه، شفنا الشباب يعني صارت موضه في الفتره الاخيره. هذه المسألة ممكن ما يكونوا هم يبغوا ياكلوا بكميات كبيرة فيروحوا ايش وما عندهم وقت، يعني ياخذوا اوقات طويلة في الجيم يتمرنوا، فيلا ناخذها بسرعة نبغى عضلات وشكلنا يكون حلو عشان نطلع البحر ونسافر ونحط صورنا على انستغرام كذا الشباب يفكروا، فيروحوا ايش يسووا؟ يضربوا هرمونات، ياخذوا هرمونات، ياخذوا مكملات غذائية. متى ممكن تكون نافعة ومتى أيضا ممكن تكون مضرة بالنسبة للشباب؟ عموما باختصار الهرمونات اللي هي الاستيرويد في الجسم أنا من هذا المكان بقول كلها مضرة، ما في شيء منها أنه حيكون إيجابي أو بس نسبة الضرر ممكن يكون 20% ممكن يكون 50% ممكن 100% على الأضرار الداخلية في الجسم. هي الهرمونات مضرة على الكلى، على الكبد، على البنكرياس، على إفرازات الهرمونات في الجسم، مضرة جدا. لكن هي الضرر موجود في كل المراحل، ما فيها شيء ما إيجابي، ولكن بس في نسب، في ناس تأخذها بعقل ووزنية وطريقة محترفة يعني ممكن يكون 20% الضرر في الجسم، ولكن كلها فيها ضرر بصراحة. طب إيش أضرار؟ هي اختصارها هي مشكلتها الهرمونات بتديك
الهدف اللي انت تبغاه في وقت محدد، بس ثق تماما بعد انتهاء الوقت حتنسى، حيقول لك شكرا مع السلامه. عشان كذا بقول لك دائما التغذيه السليمه والتمرين السليم هو اللي بيخليك تفضل للابد، لانه دائما احنا مشكلتنا بتدور على يعني الهدف بسرعه، فبالتالي حيروح بسرعه الهدف منك. طب ايش اضرارها؟ ايش اكثر اضرارها اللي ممكن تصير للشباب؟ هل ممكن تضرب الكلى؟ طبعا زي ما قلت الان انا بتاثر على الكلى، على الكبد، على البنكرياس، على افرازات الهرمونات في الجسم، واضرارها مره خطيره صراحه. كلها ضاره، بس زي ما قلت انه هي ممكن تختلف نسبه الضرر من جسم لاخر بالنهايه، بطريقه، لانه في ناس تجلس ممكن 6 اشهر تاخذ السايكل هذا الاسترويد، في ناس ممكن 3 اشهر في عمليه تنظيف، بعدها ممكن ناس ما بينظف جسمه لانه محتاج تنظيف، معناته انت دخلت جسمك شيء غريب بيلخبط لك في الهرمونات في جسمك. بصراحه انا من هذا المكان اقول لهم يعني اتمنى ابعد عنها نهائيا، كلها ضرر ونتائجها مؤقته. صدقني اليوم بكره بعد اسبوع 6 اشهر انت جسمك حلو، حتستمر على الهرمونات، حتخسر اشياء كثيره في جسمك وحتخسر، فبالتالي ولكن خليك في التغذيه السليمه والتمرين السليم. طب كابتن انت ما جاتك مره كذا فكرت انك تجرب هذا؟ والله انا ما اشوف، عفوا، بعضهم ينغر من المدرب انه يشوف جسمه كويس. ايوه انا ابغى اصير، عفوا، لا مستحيل هذا ما اخذ هرمونات على طول يقول لا، عفوا، لا لا، بس لو تلاحظ تلاقي الشخص ده يمكن 15 سنه في اللعبه دي، وصل المرحله دي بعد 15 سنه، عشان انت تبغى في سنه واحده او في 6 اشهر توصل للمرحله دي، ممكن حتوصل، بس صدقني ما راح تستفيد وما راح تستمر معك، ما حتستمر نهائيا. كل العالم دول اللي بتشوفوهم حتشوفه مؤقت، تعال بعد 6 اشهر شوف شكله كيف، او انه حيفضل يستمر وللاسف حيكون عنده مشاكل كبيره في جسمه. صحيه. طب كابتن يعني مين ممكن يحدد احتياجي، سواء انواع الكميات وحتى يعني الاوقات اللي المفروض اخذ فيها هذه الكميات؟ بالنسبه للتغذيه قصدك في الاكل؟ ايوه طبعا التغذيه اهم خطوتين فيها، في تغذيه قبل التمرين وفي تغذيه بعد التمرين. هذه مهمه جدا، في ناس يروح من الدوام على التمرين، انا ما اسويش، دائما ضروري قبل التمرين يكون في كربوهيدرات في جسمي، سواء بطاطس، وافضل نوعيه كربوهيدرات قبل التمرين البطاطس المسلوقه، بين خطين مسلوقه، ما هي لسه كنت اقول الله لسه كنا نقول ابعد عن النشويات والكربوهيدرات في البدايه. لا عفوا، رز ابيض مسلوق طبعا، حتى لو مكرونه ويكون في البراوند هذه تكون ما فيها نشويات، يكون في جسمك قبل التمرين، سواء تبغى تخسر وزن تبغى تزود وزن، يكون في كربوهيدرات قبل التمرين عشان يعطيك سعرات حراريه، لان الكربوهيدرات تحول الدهون من الجسم الى طاقه، فبتديك طاقه. عفوا، بعضهم يقول لك لا اخذ سعرات حراريه، لا، السعرات الحراريه حتفضل، انت جسمك يفضل يحرق في السعرات الحراريه، فتستهلك الطاقه في حرق السعرات الحراريه داخل جسمك، ما حت بعد التمرين المفروض ان اوقف نهائيا الكربوهيدرات، ادخل في البروتينات عشان اغذي العضل اللي انا اشتغلت عليه. هذه الخطوتين مهمه جدا في تطور الجسم. واللي يروح بعد التمرين ياكل برجر عاد بكيفه، ايش يسوي؟ ايش يصير فيه؟ لانه كذا ما سوى شيء بصراحه. بامانه اهم وجبه اللي قبل التمرين وبعد التمرين، هذه الوجبتين ضروريه جدا، بعد التمرين بروتينات وقبل التمرين يكون كربوهيدرات. حلو، عشان الكربوهيدرات تتحول لطاقه وتقدر يكون عندك مجهود انك انت تبذل طاقه كبيره في الجيم بالرياضه، وبعد بعد التمرين البروتينات حتغذي لك الشغل اللي انت العضله اللي انت اشتغلت عليها. ايوه حتغذيها، لان العضله محتاجه تغذيه. برضه نحن ناكل برجر عشان اللحم، ممكن يعني بس بلاش الخبز يعني بروتين، فخلاص يعني لا لا يعني المفروض نهائيا بعد، حتى للتطور يعني، ناس لو ما عنده فات او عنده يبغى مرحله عضليه المفروض بعد التمرين يلغي من يعني من وجباته الكربوهيدرات نهائيا. ممكن يخليها خضار مع فيتامينات. كنت ناويه يعني ارجع الجيم واسوي رياضه واهتم، بس بعد هذا الكلام ما افكر صراحه، لانه الاكل بصراحه 70% من تطور الاكل بغض النظر عن الرياضه. طب مين برايك كابتن المرجع للشباب؟ هل المدربين مصدر موثوق دائما يقدر يعتمدوا عليهم الشباب في اسئله عن او استفسارات عن الهرمونات وعن التغذيه وعن الكميات وعن الاكل؟ والله بصراحة شوف، أي شيء في الدنيا له مصدر موثوق ومصدر غير موثوق. من اللي يحدد المصدر ده؟ الشخص نفسه. أنا كشخص أنا أعرف أروح لمين، هل أروح للشخص الموثوق فيه أو لا، أو أنا ثقافتي، أنا ممكن أنا أكون إنسان مطلع، لكن أنا ما أقدر أحدد أنه هل المدرب مصدر موثوق أو لا. أنا بقول أنه في مصدر موثوق وغير موثوق، لكن أنت كشخص تحدد أنت تروح لمين. أنت كشخص لازم تكون حريص على نفسك، ممكن تروح لواحد يعني أكيد موثوق فيه حديك السيئة يعني الإيجابيات والسلبيات عن هذا عن الهرمون، بس فلو في الأخير اختيارك أنت،
انت اذا ما كنت حريص على نفسك، انا انصح الشباب واقول لهم رجائي تغذى تغذيه سليمه وتمرن، حتفضل طول العمر، حتاخذ هرمونات، حتقعد سنه سنتين وثلاثه حترجع من الصفر. قد شفت حالات كثير، انا شفت حالات شباب. انا عفوا مره واحد من الشباب صراحه يعني اي اكيد قبل لي ناديني كابتن عون، اطل فيه ما عرفته انا صراحه، لفيت وجهي ومشيت. هذا كان وزنه 85 ما شاء الله، جسمه مشرح، بعد ثلاث اشهر والله يمكن وزنه 40. فين؟ قال لي انا وقفت، وقف هرمونات، وقف تمرين وكل شيء يختفي. فهذه الهرمونات مؤقته، في ناس بتاخذها وقت تمرين. انا انصحك اذا تبغى، حتى لو جلست شهرين، اذا تغذيتك سليمه وتمرينك سليم، لو شهرين ثلاثة أربعة جالس في بيتكم، جسمك برضو محافظ على الشكل وعلى اللياقة وعلى المرونة وعلى القوة. طب ما في رقابة في هذا الموضوع؟ يعني ما في، في مدربين ينصحوا الشباب بأخذ الهرمونات، فما في يعني مرجع إذا أنت كدورك ككابتن أنك تروح يعني تنصح أو تروح تشتكي عليهم؟ مفروض طبعاً هيئة عفواً وزارة الصحة تمنع الشيء ذا، هيئة الرياضة تمنع الشيء هذا، ممنوع اصلا هذه الهرمونات، بس في طرق ملتويه وكل انسان. انت اذا ما انت شخص حريص على نفسك ما في احد حيحرص عليك. انت قل لي كابتن وانا راح اشتكي عليك على طول. شكرا لك كابتن عبد الله عن على هذه المعلومات اللي قدمت لنا هي، واللي اتمنى فعلا انه الشباب يسمعوا الكلام هذه المره وبلاشي هرمونات، ترى فتره مؤقته وبعد كذا كله يرجع لحقيقته. ممكن اضيف اضافه؟ اكيد طبعا. طبعا الرياضه هي ثلاث انواع، رياضه تنافسيه ورياضة علاجية ورياضة وقائية. أتمنى من التنافسية اللي هي بطولات وما أدري إيه، والعلاجية اللي بعد الأمراض أنت تتجه لها. أتمنى كل الناس وكل العالم تتجه للرياضة الوقائية، اللي أنا أتمرن رياضة وقاء بعد الله سبحانه وتعالى طبعا. فيا ريت هذه المعلومة الواحد يكون حذر عليها. جميل جدا، شكرا لك كابتن عبد الله عون. مشاهدينا، القبض على مشاهير سناب شات في الرياض تحديدا يدعون فك السحر، ايش السالفة؟ حنعرفها اكيد بعد الفاصل. حياكم من جديد، واخبار منوعات راح نبدا على السريع باول خبر. اتوقع كثير منكم سمع عن هذا الخبر وشافوا ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على مشاهير السناب في الرياض يدعون فك السحر. وكشف المتحدث باسم أمارة منطقة الرياض عن رصد اللجان في الأمارة لتجاوزات مشاهير في تطبيق سناب شات يدعون فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي، حيث تم إلقاء القبض على اثنين منهم وإحالتهم للادعاء العام بسبب إيهام متابعيهم بقدرتهم على فك السحر. الموضوع جدا كبير، وصراحة أتوقع الفترة الأخيرة ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع زاد عن حده. لتفاصيل أكثر حول هذا الخبر والأبعاد هذا الخبر تحديدا، معنا عبر الهاتف الباحث الشرعي الشيخ رضوان الرضوان. يا هلا فيك شيخ رضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. آمين يا رب. بداية شيخ رضوان، نبغى نعرف تعليقك على من يدعون فك السحر دون علم أو اختصاص. أولا نحمد الله جل وعلا بما هو أهل له، ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه، ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام. لا شك أن الناس لما يقل فيهم العلم الشرعي المؤصل ويبتعد كثير منهم عن الله سبحانه وتعالى وعن الطريق الصحيح، تنتشر فيه مثل هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. اي والله صحيح. اليوم ما ينتشر عبر هذه الوسائل، سواء من اتصالات مباشره من بعض البلاد التي تتصل ثم تدع رسائل، او يتصل بك ثم ترفع السماعه فيقول لك انا رايتك في المنام وانت مسحور ومفعول لك عمل وكذا، هذا كله من الدجل وضرب من ضروب الدجل. الذي العاقل الذي عنده عقيدة صحيحة بربه وخالقه يعلم أنهم هؤلاء ما عندهم إلا الكذب وما عندهم إلا الضلال، وإلا المسلم ما يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وعنده عقيدة بالله جل وعلا أن الله هو النافع وهو الضار، وأن الله هو الذي بيده كل شيء، وأن الله جل وعلا جعل هؤلاء الذين أو جعل حكم هؤلاء في الشرع أنهم من الشياطين الذين هم شياطين في هذه الدنيا، شياطين وإنس يحاولون نشر الضلال والافتراء والدجل بين الناس. ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الساحر الحقيقي، لأن هؤلاء بالمناسبة ليسوا ما وصلوا لدرجة الساحر، هؤلاء كلهم دجاجلة كذابون ما عندهم كما يقال سالفة، لكن الساحر الحقيقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول حده في الشرع ضربه بالسيف حتى الموت، يعني هذا حده في الشرع، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء أيضا الدجاجلة اليوم المنتشرين سواء عبر قنوات فضائية، مواقع في الانترنت، عبر وسائل التواصل، كل هؤلاء اليوم ما يقدر يقول أنا ساحر أو دجال، فيقول معالج روحاني. صحيح، معالج روحاني. وهؤلاء دجاجلة كذابون ما عندهم من الله بصيرة أو برهان، وإنما يستنزفون ضعاف الإيمان، يستنزفون جيوبهم وأموالهم ويضحكون عليهم، وفي الآخر يعضون أصابع الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. صحيح شيخ رضوان. طيب من هم المؤهلين نقدر نقول شرعا وتخصصا لفك السحر بطريقة صحيحة؟ شوف يا أختي الكريمة وإخواني وأخواتي يستمعون إلي وينظرون إلي، أقول لكم إخواني، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله صحيح. لو اجتمع أهل الأرض كلهم جميعا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بما كتب الله لك، فنقول لمن ابتلي بمثل هذه الأمور، أولا ثق بالله جل وعلا، ثق بالله وتوكل عليه، ثم إلجأ إليه أنت بصدق. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا تروح فلان ولا العلان. يا أخي أنت أمسك القرآن، احرص على أن تدعو الله في آخر الليل، إذا كنت مبتلى فعلا ادعو الله في آخر الليل، اقرأ على نفسك بفاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكم أنها رقية، والله لها أثرها إن كانت بصدق وإخلاص، مو لازم أروح لفلان وعلام من الناس. ففعلا هناك أناس قد يكون عندهم تأهل في هذه المسألة، أو هم أهل لها، عندهم علم شرعي، لكن هؤلاء الآن الذين منتشرين ويرفعون ينشرون لهم دعايات وأرقام وعلاج وفك السحر وفك كذا والعين. صحيح. ثم الآن المنتشر هذه المسائل ما يدريكم أنها عين، ما يدريكم أنه مس، ما يدريكم أنه سحر. وللأسف شيخنا للأسف أنه بعض الشباب والبنات صاروا يرموا كل شيء أو كل أمر يصيبهم إلى السحر، فعلا ما يقولوا نحن معيونين أو نحن محسودين، وهناك الكثير من الرقاة الشرعيين اللي ممكن يروحوا لهم ويلجأوا لهم بنفس الوقت، ولكن يدعوا بأنهم في نفس الوقت مسحورين. فما هي المؤشرات اللي ممكن تخلي الشباب يحسوا بهذا الأمر، أو أيضا بأن هناك أمر غير طبيعي ممكن يكون موجود في حياتهم؟ أولا الحاصل اليوم من بعد عن الله سبحانه وتعالى تتسلط الشياطين على الناس. صحيح. لذلك أنا ما أقدر أقول لا سحر ولا عين ولا مس، لكن هو تقصير مع الله سبحانه وتعالى. والله متى كانت العلاقة بالله قوية زال كل هذا الشر. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الطمأنينة، السعادة، الراحة النفسية في ذكر الله، في طاعة الله سبحانه. حافظ على صلاتك، أذكارك في صباحك ومساءك، والله ما يمسك أي شر بإذن الله تعالى، لأنك تسير بحفظ الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أذكار الصباح أذكار، إن شاء الله أنت في خير وفي مأمن من شياطين الجن والإنس. لكن مسألة ثانية مهمة تفرقتم لا حفظكم الله، اليوم بعض الناس تروح له مشهورة بالقارئ أو المرق الراف الشرعي، وأكثرهم للأسف أقولها بصراحة والحمد لله الآن الدولة تحاربهم وتحارب مثل هؤلاء الأدعياء. صحيح. أكثرهم أدعياء، فيذهب إليه ما يقول له يعني ما فيك إلا العافية، وأنت وأكثرهم ما في إلا العافية، بس توهم أو وهم أو مرض نفسي أو شيء. صحيح. من هذا القبيل، ولا يعلقه بالله سبحانه وتعالى، لا يقول له أنت تحتاج 5 جلسات أو 10 جلسات وأنت فيك سحر وفيك مس، ومن فين علم الغيب هذا؟ من أين أتاه هذا العلم؟ صحيح. حتى يجزم أن هذا مسحور أو معيون أو به أو كذا، لكن هم من باب تعليقهم بالأشخاص ومن باب كيفية استدرار أو جلب المال بصفة مستمرة، وأنت تحتاج إلى الزيت وتحتاج إلى العسل وتحتاج الماء إلى المقري، والماء المقري وبمبلغ كذا، هذا كله المفروض حقيقة يعني ينتبه الإنسان المسلم. الإنسان لابد أن تكون عقيدتك بالله النافع الضار هو الله. هذول اللي يتصلوا عليك يقول لك سحرة ويقول لك عندنا ونفك، ترى هؤلاء أول ما يجوك أول شيء في إيمانك تقفل على وجههم، ما تديهم أي مجال ولا تفتح لهم أي باب. أنا مرة جاني للأسف أكاديمي في مسجد بعد صلاة الفجر ينتفض من الخوف يرتجف، ما لك يا أخي؟ يقول والله جاني اتصال وأنا مسافر بكرة، وهذا الاتصال قال أنه بكرة سأصاب بمصيبة، وأنا
قلت يا أخي فين إيمانك؟ فين قول الله سبحانه وتعالى؟ فين قول الله جل وعلا؟ فين قول نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعقيدتنا بالله حقيقة ينبغي أن يكون عندنا. اليوم تجينا رسالة بالواتساب، رسالة نصدقها يا شيخ للأسف فعلا. شكرا لك. رأى في المنام كذا ورأت في والله لو جاك الرسول عليه الصلاة وحاشاه عليه الصلاة والسلام ويقول لك كذا وكذا، ترى هذه منامات لا يؤخذ بها حكم في الشرع. صحيح. قضية يعني مهمة، الإنسان الناس بحاجة إلى أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى. جميل جدا بالله. وبهذا الكلام نختم هذا الخبر، وأيضا ممكن نعتبرها نصيحة لكل الشباب وأيضا البنات في نفس الوقت بعدم تعلقهم بمثل هذه الأمور. آمين يا رب. شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب. شكرا لك شيخنا الرضوان على هذه المداخلة وأيضا هذه النصيحة والمعلومات. نروح أيضا لخبر آخر، وابتكار ملابس لقياس حرارة الجسم. ابتكار جدا جميل، والأجمل أنه هذا الابتكار كان في مصر تحديدا، وأنتج فريق بحثي مصري ملابس طبية تقيس درجة حرارة الجسم دون الحاجة إلى استخدام الوسائل التقليدية، وذلك لتكون ملائمة للاستخدام في المستشفيات. وأيضا تحتوي الملابس على صبغتين، الأحمر والأزرق، ولتختفي على طول وتظهر حالة تغيير درجة حرارة الجسم. ابتكار جدا جميل من مصر صراحة، وجدا فخورة بهذا الابتكار أنه كان من بلاد عربية، وأتمنى أن يطبق في جميع دول العالم. وخبر آخر ودراسة أيضا، الدراسة هذه صراحة أول ما قريتها قعدت أفكر فعلا هل ممكن تكون صحيحة أو لا، ولكن الدراسة تقول أنه انتشار السيلفي يرتبط بالأنانية. وأظهرت دراسة حديثة أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا استخدام السيلفي ونشر صور السيلفي يرتبط بزيادة الأنانية، وأشارت إلى أن ما يصل إلى 20% من الناس يمكن أن تتطور عندهم صفات أنانية مرتبطة بالاستخدام المفرط للسوشيال ميديا. وأنا صراحة أتفق، وهنا كل المصورين قاعدين يحركوا راسهم، أنه فعلا صح ممكن يكون سبب انتشار السيلفي مرتبط بالأنانية، لأنه أتوقع كل ما الإنسان حب نفسه وصور نفسه كثير ونزل صور لنفسه بشكل مفرط، بالنهاية أتوقع ممكن يكون مرتبط ارتباط كبير جدا بالأنانية. وأنتوا بدأوا حاولوا شوفوا اللي حوالينكم إذا كانوا من محبي التقاط السيلفي، شوفوا كيف أنانيتهم وحاولوا تختبروهم بينكم وبين نفسكم، وقولوا في هذا الوقت لمية قالت. وأكيد نحن مكملين معاكم. وبعد الأخبار تقرير يلا سلام معانا اليوم عن أشهر القطارات حول العالم، خلونا نروح نشوف التقرير. لعبت القطارات دورا رئيسيا في النهضة الحضارية والتجارية والصناعية لكثير من البلدان، وأصبحت خطوط السكك الحديدية من مظاهر التنمية العالمية من خلال ربط المدن البعيدة ببعضها وتشكيل حلقة وصل بين القارات. وسط المشاهد الطبيعية ذات الجمال الأخاذ والأعمال الهندسية المميزة، تعالوا نتعرف على بعض أشهر قطارات العالم. قطار سيبيريا السريع بروسيا. عام 2016 كانت الذكرى المئوية لتأسيس خط السكة الحديدية العابر لسيبيريا، وهي شبكة ضخمة من الخطوط التي تربط مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ مع مدينة فلافيدسكوك في أقصى شرق البلاد. تصل الشبكة أيضا إلى منغوليا والصين لتصل إلى بكين وشنغهاي. سكة حديد جراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر سكة حديد جراند كانيون من أعظم الأعمال الهندسية في أمريكا، وهي لا تزال من المشاريع بالغة الأهمية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تربط بين مساحتها الشاسعة من الأراضي في الشرق والغرب. قطار الجان بأستراليا.
لقطار الجان أهمية كبيرة لدى الأستراليين، فهو يربط بين مناطق الشمال الغنية بالموارد ومدن الجنوب الحضرية، مرورا بالمنطقة الصحراوية الشاسعة والقاحلة. قطار الشرق السريع بأوروبا. أنشئ قطار الشرق السريع سنة 1883 وبدأ كمجرد خدمة سكك حديدية دولية عادية، ولكنه مع مرور الزمن أصبح يرادف الإثارة والسفر الفاخر. ومن أبرز المدن التي يربطها قطار الشرق السريع هي باريس واسطنبول. جولة في أحد هذه القطارات أكيد بتكون ممتعة. ويلا سلام. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. المسرح أبو الفنون، وإذا شفتوا شباب بيقدموا مسرح فأعرفوا أنهم بيقدموا أفضل ما عندهم. ليش؟ عشان يقنعوا في النهاية الجمهور. الجمهور أصبح في فترة يعني فاهمين وواعيين وأيضا مطلعين بنفس الوقت وفاهمين إيش بيصير في النهاية بالمسرح. مع نفسي هي مسرحية وتجربة أيضا جديدة لشبابنا من خلال العمل المسرحي. كان من ضمن المشاركين في هذه المسرحية ماجد حجاج وأيضا فرح بابكر، ضيوفنا اللي مشرفينا اليوم. يا هلا فيكم. أهلا فيك. بداية ماجد، نقدر نتعرف على مجموعتكم المسرحية أكثر؟ أكيد طبعا. أولا حاب أشكركم إن لاستضافتنا في البرنامج، صراحة مرة شكرا، يعني فرصة جميلة جدا. واجبنا. نحن فريق مسرح اسمه فريق ستائر الحمراء. احنا بدأنا من 2015، كنا بس في نطاق الجامعات، بعدين طلعنا من نطاق الجامعات وصرنا نسوي مسرحيات برا الجامعة، والحمد لله ما شاء الله تقبل الناس جدا جدا جميل في المسرح. متى بدأتم تحديدا تقدموا العروض وكيف تطورت أيضا الأفكار والأداء ماجد؟ هو صاحب الفرقة اللي أسست أور ليدر، يعني كان هو عمرو عزايا. عمرو عزايا نوجه له تحية. يعطيه العافية والله، من غيره بصراحة كنا ما حنقدر، ما حكنا حنعرف التمثيل بصراحة. صحيح. الحمد لله. فبدأنا زي ما قلت من 2015، فهو كانت عنده فكرة معينة إنه يبي يدخل المسرح هنا في السعودية. فالحمد لله الموضوع ناجح جدا، بينجح. احنا تطور المسرح هنا في السعوديه طبعا ضعيف شويه، فنحن بنحاول قد ما نقدر نحن نقوي هذه دائما بتكونوا متطلعين بالافكار، الاداء بالتمارين دائما بتكون مستمره ويوميه ماجد. صحيح. يوميه طبعا، احنا تقريبا من 4 إلى 5 مرات في الاسبوع بنتدرب. بنتدرب اقل شيء بنتدرب مرات من 5 إلى 9، مرات نقعد من 5 إلى 12. يعني واو. عندنا في كل اللي بيشتغلوا في كل التيم وكل الفريق بنشتغل بشغف انه حبنا للمسرح والتمثيل حلو. طب خليني اروح لك فرح، كلميني شوي عن ميولك المسرحيه وكمان مين اكتشفك. انا دخلت يعني مو صدفه او شيء، بس ان انا دخلت كنت بطقطق مع صاحبتي في البيت، قالت لي انت مره كويسه روحي كملي هناك، وعملت لي منشن على الصفحه حقت الستائر الحمراء. رحت قدمت عندهم. وانا اصلا كنت بمثل من ايام المدرسه مره كثير اوفر صراحه، فكملت عندهم وانقبلت. شيء جميل لما تكون يعني الصديقه او الصاحبه او الاخت بنفس الوقت هي اللي تكتشف هذه الموهبه فيكي وهي اللي اكتشفتك في البدايه، ايش تقولي لها اليوم صاحبتك؟ اقول لها ساره مره شكرا ان انت خليتيني، لاني صراحه الشيء هذا مره احبه. مع ضغط العمل ومع ضغط الحياه اللي انا عايشته برضه بلاقي وقت اني انا اقدر اروح واسوي الشيء اللي انا مره احبه. حلو. فرح، بالنسبه لك هذه اول مسرحيه تقدميها، فكيف كانت هذه ومرحله الحلم لحد ما صار حقيقه؟ اكيد ما كنت مستوعبه في البدايه اللي صاير. مره ما كنت مستوعبه، كنت متخيله ممكن 2% بس اللي هيقبلوني، يعني 2% ما كنت متوقعه اكثر من كده. بعدين فجاه انه انا دخلت انه انا حاتضارب مع واحد. فالمضاربه قلبت انه لا، انه في امل منك، يعني ما شاء الله تعرف تمثلي. فانا بديت انه انا رايحه اتضرب صراحه، ما رايحه امثل نهائيا. بعدين اكتشفت انه لا، اعرف امثل. مسرحيه مع نفسي، عندنا مقطع للمسرحيه، خلونا نروح نشوفها ونرجع لكم.
many years ago. طبعا هذا مقطع من مسرحية مع نفسي، ونحن كل ما بنشوفه كنا كان ماجد وفرح قاعدين يضحكوا، فأبعرف إيش سبب الضحكات هذه. بداية يا ريت ماجد تقول لي عن فكرة هذه المسرحية. هي المسرحية اسمها مي مسلف ناي مع نفسي، هي عبارة عن سكتشات عن حياتنا اليومية، بس نحن بنقولها بطريقة كوميدية ساخرة. يعني فكان التجربة جدا مرة جدا جميلة، وكانت كتابة الفريق كله أكثر الفريق، يعني كلنا قعدنا مع بعض بنجيب أفكار إيش ممكن نسوي سكتشات ولا مواقف حصلتنا في حياتنا عشان نقدر ممكن نقولها بطريقة كوميدية أكثر. إيش أكثر هذه السكتشات اللي كانت المواضيع تتكلم عن إيش؟ يعني مثلاً واحد من المواضيع إنه مديرة شركة مثلاً، أوكي كلنا إحنا عندنا مدراء يعني ما نحبهم مستفزين مرة وكذا، فجبناها بطريقة مرة بسخرية بزيادة، وجبناها إن هي كمرأة وشايفة نفسها بزيادة وتبي تاخذ أي شيء اللي هي تبغاها. مديرة عاد ما حد يزعلها، ما حد يقدر عليها صح؟ فزي ما شفتوا أنا تقمصت هذه الشخصية بزيادة يعني، والحمد لله كان الأداء والدور والناس تقبلهم على هذا الشيء كان جدا جدا جميل الحمد لله. طب بالنسبة لك فرح، إيش الدور اللي قدمتيه في المسرحية، وهل كنت خايفة ولا لا؟ يعني الدور أنا قدمته أول ما جيت أجرب أداء، اللي يخليكي يعني تنبسطي وانت في المسرح انه بيدوكي مجال انه انت تبدعي في نفسك، مو مثلا احتكار انه لازم انت تقولي نفس الكلام، لا انت تبدعي من عندك، تقدري تضيفي على نصك، تقدري تضيفي ابداعك ولمستك في الدور نفسه. برضو ما قلتي ليش الدور اللي قدمتيه؟ الدور كان عروسه. أيوه. تمام، هذا اهم دور يعني بالنسبه لي، انه عروسه وجعفريه، عرفتي ايش عروسة جعفرية؟ يعني ايش يعني جعفرية؟ لا هنا نعمل ستوب. ايش يعني جعفرية؟ كيف يعني عروسة جعفرية؟ يعني عروسة مسترجلة. اوكي هي اوريدي مصرية، فما شاء الله تبارك الله، يعني تحية للمصريين كلهم، اكيد اكبر تحية للشعب المصري. ما شاء الله المصريات قويات. ايوه فهي حرمة قوية، وعريسها مو انت طبعا، عريسها في المسرحية شوية يعني فتحية كده، عرفتي؟ خفيف يعني فتحية. العروسة جعفرية والعريس فتحية. هذا اللي فهمته أنا من الموضوع. أوكي حلو. طيب كان العريس شوية يعني مو يعني. أيوة. فإنه في المسرحية يجي اللي هو المفروض خطيب القديم، ويجي يخرب عليه زواج، وأنا حرمة استغلالية. أيوة. فأنا ما أحب أحد يخرب عليه زواجي. طبعا قوية أنت. أيوة. فشوفي أيوة. ما شاء الله عليها. يعني كنت بضيف شيء من اول ما شاء الله. أيوة. في التجارب اداء لما ادت كان ابداع غير طبيعي، ادت شردحات مره حلوه يعني، ادت الدور بشكل مضبوط، اقنعت الجمهور نقدر نقول اقنعتكم كلكم. ايوه والله عشان كذا بدنا شيء كانت عندها ما شاء الله غير طبيعي. طب ماجد، لو في اليوم شاب او بنت عندهم ميول مسرحيه جدا قويه، مين ممكن يعطيهم الفرصه؟ وين ممكن يروحوا ايضا بنفس الوقت؟ اكيد نحن في فريق ستار الحمراء، نحن كل سبتين يعني سبتين في الشهر نعمل تجارب اداء، اللي نرحب كل الناس، اي احد نفسه يمثل، رجل او بنت او حتى اطفال كمان. او حلو، السبت القادم هيكون في تجارب اداء؟ لا لسه الى الان ما تحدد، يمكن اللي بعد ان شاء الله. روحوا لكم على موقعكم، على السوشيال ميديا انا اوصل او نكست اوديشن ان شاء الله. حلو، شكرا لكم ماجد وفرح، كنتم منورين اليوم البرنامج، ولازم صراحه تعطوني لينك اشوف فيه هذه المسرحيه، لانه انتهت وانا متحمسه جدا اشوفها، نفسي اضحك، واتوقع انكم اديتوا الدور بشكل جدا رائع. اشكركم مره ثانيه، اتمنى لكم التوفيق في هذا المجال. مشاهدينا فقراتنا انتهت، وصلنا لختام الحلقة اليوم، نشوفكم بكرة بإذن الله، وأقول لكم مع السلامة.